هاد أبو أحمد مواطن من قطاع غزة. احكي مرحبا للكاميرا أبو أحمد. أبو أحمد عنده بتر في قدمه اليسرى. استفاد أبو أحمد من الأنشطة الصحية اللي بتقدمها المستشفى بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. دخل أبو أحمد على برنامج العلاج الجسدي والأطراف الصناعية في مركز الأطراف الصناعية والشلل، المركز الوحيد المختص بالحالات اللي بتعاني من بتر أو شلل أو خلل في أطرافها. بداخل المركز تم استقبال أبو أحمد وتلقى العلاج الطبيعي المناسب، وتم تمكينه وتعزيز قدرته على المشي وتزويده بطرف صناعي لقدمه المبتورة. شو يا أبو أحمد؟ وين عكازاتك؟ صار عندك طرف صناعي؟ عظيم عظيم. وخلال مراحل علاج أبو أحمد من أولها لآخرها بيتلقى الدعم النفسي في المستشفى ومركز الأطراف، وبعد انتهاء العلاج الجسدي بالبرنامج هاد بيتم استقبال أبو أحمد على أيدي مختصين، بيتلقى داخل البرنامج دعم وتأهيل نفسي ليواصل حياته العملية والاجتماعية بدون ضغوطات أو معيقات. الآن أبو أحمد تلقى العلاج الجسدي وتلقى الدعم النفسي، والآن إجا دوره ليعيل أسرته من خلال برنامج المشاريع الاقتصادية الصغيرة. بيقدر أبو أحمد يقدم لهذا البرنامج بحيث أنه يفتح مشروع قادر يعيله ويعيل أسرته اقتصادياً. خلينا نرجع شوية لورا من لحظة دخول أبو أحمد وتلقي العلاج الجسدي والطرف الصناعي. من البداية اللجنة الدولية بتقدم الدعم والإشراف على الطواقم الطبية والمعدات اللازمة لمركز الأطراف والمستشفيات مشان يستطيع تقديم العلاج للحالات اللي بتعاني من بتر أو اللي بيكون علاجها في أقسام الطوارئ، بالإضافة إلى أنها بتشرف وبتداوم على تقديم الدعم النفسي للأطباء والممرضين المناوبين في أقسام الطوارئ والاستقبال في المستشفيات، نظراً لأنهم تعرضوا لضغوطات أثناء أوقات الأزمات والحروب. أبو أحمد الآن صار جاهز ومهيأ نفسياً وقادر على إعالة أسرته.